مرة تانية مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة، وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع الشاعر حمدان دفلة رئيس جمعية الشعر النمطي والتراث بشمال سيناء. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا وسهلا، كل عام وانتم طيبين وحضرتك بصحة وسلامة. ام الاسلاميين جميعا ان شاء الله. امين. بصحة وامان، ربنا يديم الخير على مصر ان شاء الله، على الام الاسلاميين كلها ان شاء الله. ان شاء الله، امين يا رب. يعني طبعا الثقافه بتقرب الناس ببعض، من خلال الثقافه بنعرف العادات والتقاليد لكل مكان، ويهمنا ان احنا النهارده نركز على العادات والتقاليد والشعر والثقافه في سيناء. والله تحت امرك، احنا يعني بنحاول قدر الامكان بنحفظ على التراث القديم. بالظبط، المؤسسين الجمعيه دي بتحفظ الشعر القديم، بتحفظ التراث البادي القديم، فيها سباق الهجن، فيها التراث القديم كله ما شاء الله. احنا عايزين نحافظ عليه دايما ان شاء الله، الاجيال تاخده من بعض لان ده سمتكم معنا، يعني احنا موجودين بس عاوزين ايد. ايوه احنا معاكم ان شاء الله، كل الجهات كل الناس تبقى معاكم يا رب ان شاء الله. الله يصلحنا ان شاء الله. حضرتك سمعنا بقى شعر من التراث البدوي الان. الله ان شاء الله. يعني احنا الكلام بيقول يعني ايش، يعني ايش الشعب وايش البدو مع الجيش ومع يعني احنا كلنا في مركب واحده. صح. يقول سبحان يلي بادي الكون، سبحان سبحان من يلطف علينا حنانه، والجيش حكمه على الشعب سلطان، والنصر عند الله والشان شانه، يلا يعز الجيش حامل الوطان، خير جند الارض جيش الكنانة، مصر العروبة لا انذلت ولا كان، من فضل رب الكون حل أوطانه، مصر الأمينة عزها الله بالإيمان، مصر الأمينة ورافع الله مكانه، وأهل الحضارة والوفاء وقتهم حان، والجيش حامل الكل وإحنا أخوانه، البدو عين الجيش يصقور شيهان، ما يكرهون الشي قدر الأهانة، من هضبة السلوم من هضبة السلوم لعالي صوان، كل يحافظ على الشرف والديانة، ومن حلايب لا ورا الشرم والخان، كل الولا للجيش واحنا اعوانه، حنا انتمانا للوطن صدق وايمان، الله خلقنا مالنا في الخيانة، ما شفتنا في الحرب والريق نشفان، والقلب صافي ما بجوفه ضغانة، كم ما سهرنا الليل على راس جزان، يا ما سهرنا الليل على راس قزان، براس عالي ما يطب الطمانه، ويقولها من كفة البدو فرقان، كلنا على مصراه ياخذ هوانه، ويظهر طريق الحق يوم القمر بان، والحق يظهر يوم تغلى ثمانه، تمت وصلوا على نسل عدنان، يا حظ منه رطبت في لسانه. الله جميل. يعني التراث اكيد الشعر ده متوارثين ومن طبعا متوارثين. هل بقى بتبتدوا كمان مع الجيل الجديد بتنقلوا ده؟ الجمعيه بتدرس الكلام ده للشباب بقى، للشباب ده، وبتحفظ شعر الناس اللي سبقونا. كويس. بتعملوا ايه في الجمعيه حق؟ يعني اشرح لنا اكتر. يعني احنا شغال اول حاجه شعر، ثانيا مستوى التراث كله، يعني سباقات هجن، امسيات شعريه، مشاركات شعريه، مساهمات للمحتاجين، يعني تشمل. والشباب بيجوا يعني بيجوا يسمعوا معاكم. يعني بيحبوا يعني الحاجة. بعد شهر شهرين تلاقي واحد يقول كم كلمه، يعني بيجي منهم فعلا. ممتاز. الحمد لله ممتاز خالص. من خلال تواجد حضرتك في جمعيه الشعر النمطي والتراث، هل شايف انه في بعض الحاجات ابتدينا نفقدها ولازم ان احنا نركز عليها علشان نحافظ على التراث بتاعنا كمصريين، وخاصه البدو المصريين؟ تمام. يعني هو التراث موجود، بس في ناس حتى في البدو مش مهتمين بها، مش مدينا حق في الاهتمام. فهو يعني احنا الناس اللي فاهمه بتوعي الناس اللي يعني انت مثلا في تراث جدك وجد جدك كده، في حاجات يعني تنقرض. يعني انا هقول لحضرتك، يعني دلوقتي مثلا التقدم والانترنت والمدنيه بنشوفها واضحه جدا في المدينه، يعني مثلا تلاقي الشباب بيلبسوا بشكل معين، بياكلوا اكلات معينه، طريقه كلامهم عندهم الفاظ خاصه بيهم، وده نتيجه ان هم متاثرين بالتطور. وبصراحه ده اضر كتير بالمجتمعات، لانه احنا عايزين برضو نحافظ على الهويه والشكل تمام بتاعنا.
تمام. فانا مش بقول الكلام ده ان انا مع، بالعكس انا ضد تماما ان احنا نتبرنج. انا عايزه ان احنا نحافظ على هويتنا وطريقتنا وطريقه كلامنا واحترامنا والعادات والتقاليد بتاعتنا. ابتدى يتسرب الموضوع ده للبدو ولا لا؟ بالنسبه للنت والفيسبوك والكلام ده كل شباب تلقى 10 انفار قاعدين في المجلس، كل واحد يعمل كده، ما فيش عندي ياخذ كلام الاستاذ ولا كلام الاستاذ، انسى الموضوع. حتى في المجلس والله كل واحد تك 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 تك. فان شاء الله يعني الامور طيبه بمشيئه الله، وده ضر اكتر ما فاد، لانه علاقات الانسانيه اللي كانت ما بين البشر ما بقتش موجوده زي ما كانت. يعني حتى في الاعياد كنا نرفع سماعات التليفون نعيد على بعض، دلوقتي المسج ونتقابل كلنا. احنا قبل التليفون كنا بنروح بنعيد على بعض شخصيا، دي افضل كتير. انما دلوقتي احنا يعني بنوفر المكالمه بالنت او بالتليفون، وكل عام طيبين وخلاص مع السلامه. فيعني هو ما مش مصلحه، هو مضره. مضره بالنسبه للناس العاقله، مضرتها اكثر من مصلحتها. طيب الحاجات، في حاجات بقى حضرتك بتقول انها ممكن بدات تنقرض وعايزين نلحق قبل ما تنقرض، زي ايه مثلا بقى؟ زي هل مثلا سباق الهجن لسه موجود؟ لا موجود موجود موجود. احنا مؤسسين سباق هجن في شمال سينا وفي جنوب سينا وعمسته وجمهوريه، ولسه متواصل وعليه كويس ممتاز وعليه اقبال، يعني كل شهرين ثلاثه في سباق في مكان في محافظه ممتاز في اسماعيليه في حلو. فبس الدعم بسيط للمواضيع دي، يعني احنا الحكومه لو مثلا اي جهه من الحكومه تتبنى اي مشروع زي كذي والاعلام يركز عليه فيبقى فيه اهتمام اكتر ليه ودعم اكتر. بالظبط المفروض فعلا المفروض. سباقات الهجن دي ممكن تبقى فكره كويسه قوي للسياحه. للسياحه طبعا دي كتير من العرب بيهتموا قوي بسباقات الهجن، فيعني بالتالي تفتح. احنا لو نلقى مثلا لو نلقى مثلا قبل الفيوم في بعد القاهره ب 20 كيلو طريق الفيوم مطرح مناطق حلوه، نعمل مثلا زي ناخذ ترخيص نادي او نعمل روتيني زي نجيب السياحه، مش السياحه شرط اوروبيه، مصريين راح يتفرجوا مصريين وتذكره كذا. مظبوط. يعني يا ريت حد يهتم بالموضوع ده، يعني احنا مستعدين نفكر الموضوع ده بس نلقى يد تساعدنا. طيب في عندكم مثلا اماكن سياحيه احنا ما نعرفهاش؟ اكيد يعني دايما بيقول لك مكه اهل مكه ادرى بشعابها، فاكيد برضو اهل سينا ادرى بالحاجات اللي عندهم. في متخصصين طبعا عارفين، وفي حاجات موجوده على الخريطه السياحيه وعارفينها، لكن في حاجات تانية برضو كنوز عندكم احنا ما نعرفهاش. سينا كلها كنوز، الارض والسياحه والمطار والحجار وكل حاجه. سينا فيها كل مناطق سياحه، فيها عين القدرات في شمال سينا، في عندك جنوب سينا كلها سياحه، في اولاد من اولادنا بيشتغلوا في السفاري، يعني السفاري نظامه بياخذوا ناس بيصحون يومين ثلاثه الجمال او سياره يتغدوا ويتعشوا ويسهروا. اللي بيجي اول مره باي طريق بده يرجع ثاني، يعني لما يشوف الوضع والمنظر والهدوء وبينفصل عن العالم خالص. صح، بينفصل عن الكهرباء، يعيش بالطبيعه الاساسيه. فبيرجع ثاني وثالث ويبعث لاصحابه الجانب، يعني الجانب كلهم. كان زمان في قبل السياحة تنضرب جنوب سيناء مليان سياحة طبعا. وان شاء الله ترجع وترجع احسن ان شاء الله. احنا املنا في الله في الخير والامان والرخص لمصر، يعني يهمنا ان مصر تبقى ان شاء الله خير. ان شاء الله مصر ان شاء الله ما عليهاش خوف، يعني مصر ان شاء الله بخير محفوظة بامر ان شاء الله. ان شاء الله نسمع شعر. نسمع شعر. تسمع ان شاء الله. يقول ودي اسالك بالله، ودي اسالك بالله لا تنسى الغرام، انا الحبيب اللي سكن في مهجتك، لا شوف الطيفك شاقني وسط الزحام مثل المونس على الخلايق طلتك. المونس ده نقول عنه القمر، لما يطلع القمر يسموه البدو المونس. المونس المونس يعني مونسك متونس. لا شوف الطيفك شاقني وسط الزحام مثل المونس على الخلايق طلتك، يا شبيه البدر في عز التمام، يا صق الله يا حلاها ليلتك، الزول يفرح والمقابل باحترام، شفت الخجل حتى بخطاوي مشيتك، يكفيك نظرة من عيونك بابتسام، يكفيك نظرة من عيونك بابتسام، الله أكبر يا حلاوة بسمتك، نظرة عيونك صابني كان سهام، الله على اللي ما يحس بنظرتك، من جمالك من يريدك ما يلام، والمتنا أثر السبب من علتك، حبكم يا زين على صدري وسام، أنت الوحيد اللي احتفظت بنجمتك،
لو نسيت النوم واسمي والطعام ما نسيتك، من حلاوة لهجتك للعيد ذكرى تنذكر في كل عام، وانت عندي كل ساعة ذكرتك. ما بين شوق الروح والنفس انقسام، النفس ذابت في جمالك وابلتك، والروح زادت في جمالك باهتمام، ومن جمالك كم فرحنا بلذتك. يا جمالك يوم تبدأ بالخصام، ويا جمالك يوم تلبس ذبلتك، والمودة بيننا صارت غمام، كيف تنسني هنا من ملتك. نفسي حنونة بس كبيرة، في المقام إنسان ثاني بيختلف عن شلتك. والبارحة في الليل في لذ المنام، شفت البلاوي والبلا في فعلتك، وكلمتك غثت علي دون الكلام. ليت لنا ما سمعنا كلمتك، ليش تغث النفس وتزيد الألام، تعتبر في ناظري زي قلتك. ندعي عليك انفلتك، تبقى حطام والبوم والغربان تسكن فلتك، وكل هذا ما يكفيك انتقام، لو ألف مرة ما يجازي زلتك. خليتني ما قلت لأجل الله سلام، خليتني وانت الليالي خلتك. سلام تبقى. جميل، احنا بنشكر حضرتك على تشريفك لينا ونورتنا النهاردة الشيخ حمدان. احنا نشكركم وشاكرين جدا ان انتوا طبعا يعني جاهدتوا عناء الطريق وجيتوا من شمال سيناء علشان تكونوا معانا في مصر جميله. واحنا بصراحه مهتمين جدا ان احنا نقدم الثقافه والشعر والفن والتراث اللي موجود في سيناء، لانه ده بيدينا ثقل كمجتمع. يعني لسه كنت بتكلم انا وياسر قبل ما نطلع على الهواء انه تنوعنا هو اللي ده سر قوتنا، انه كل بيئه ليها شكل معين وبتثري البيئه الثانيه، فبالتالي هنا بيجي الشخصيه المصريه او المكون المصري العبقري. هذا شرف لنا كبير، ونتمنى يعني اللقاءات تكون اكثر كمان ان شاء الله. وطبعا ان شاء الله هتحسوا كمان باهتمام الدوله وباهتمام المجتمع بسيناء اكثر الفتره الجايه، في مشروعات وفي يعني شغل على اكمل وجه شغال دلوقتي، بياخد وقت بس ان شاء الله كله هيوصل. احنا تعودنا على الصبر، احنا عشنا مع الصبر، عشنا في الصحراء اخذنا من الصحراء الصبر، فاحنا نصبر ما فيش مشكله ان شاء الله. صح، وعملنا خير والشباب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الامور طيبه بمشيئه الله، وربنا يعمل فيه الخير ان شاء الله. ان شاء الله، اللهم امين. كلمه بقى توجهها لكل المصريين اللي بيتابعوك. والله انا بتمنى الخير لمصر كلها، امين، فللعالم الاسلامي كله، امين. بنتمنى الرخص والامان، والاهم شيء عند الامان والرخص، الرخص اللي بيجي من الامان، يعني لو في امان الشغل بيجي من الامان، العمل بيجي من الامان. نتمنى الامان لمصر ويكفيها شر بلاوي الدنيا كلها ان شاء الله، امين يا رب. كل عام وانتم طيبين وحضرتك بصحه وسلامه يا فندم. شاكرين قوي. شكرا لحضرتك. بنشكر كمان كل الساده المشاهدين اللي تابعونا النهارده من خلال شاشه القناه الثانيه وبرنامج مصر جميله. والنهارده يمكن قدمنا حلقه مختلفه شويه، اتكلمنا على سيناء والتنميه في سيناء، يعني ما اتكلمناش طبعا على المشاريع، ولكن اتكلمنا على المكون الثقافي اللي في سيناء، ومهم جدا ان احنا نهتم جدا بالثقافه وان احنا نحفظ التراث وان احنا نساعد اهالي سيناء ان هم يوصلوا كلمتهم وان هم يوصلوا كمان منتجاتهم، لانه ده هتبقى زي ما بيقولوا كده تريد مارك مصري. صنع في مصر، صنع في مصر، صنع في مصر. وده يتصدر بره والعالم كله يشوفه، المنتج السيناوي اللي من شمال سيناء، زي ما شفنا دلوقتي كان المشروعات اللي بيقوم بها السيدات، الشباب كلهم عايزين مشروعات هناك في كل المجالات، وانا متاكد ان عندهم الامكانيات، عندهم الموهبه، عندهم الاراده، هم بس محتاجين الفرصه اللي والشخص او الجهه اللي تحطهم على الطريق الصحيح. صح. الشباب في سيناء علشان يقدروا يبنوا نفسهم، وبالتالي يبنوا مجتمعهم ويعيدوا بناء والحفاظ على التراث وكل العادات والتقاليد، من غير ما يحسوا ان هم بيفتقدوا هذه التقاليد. المهم يعني للاسف حلقتنا خلصت. اعتقد الكلام اللي انت قلته ده القدوه وتوجيه البوصله، ده احنا محتاجينه كلنا كمصريين، وخاصه الشباب. انت محتاج تشوف قدوه ناجحه، ومحتاج البوصله بتاعتك تتوجه صح، وتبقى عارف ان انت هتتعب في مشوارك، ولكن في النهايه هتلاقي مسيره التعب في الاخر نجاح، وده ان شاء الله كمان اخلاص النيه والثقه بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى، هو دي المعادله السهله جدا لتحقيق النجاح. يعني ان شاء الله تبقوا معانا كلكم في حلقه جديده من مصر جميله، وان شاء الله مصر دايما هتكون جميله ان شاء الله. مع السلامه.